حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج الذي وجد في شاشة الرافدين لنسمع آراءكم وتعليقاتكم في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. أتمنى أن أسمع آراءكم عبر مشاركاتكم على أرقام الهواتف التي ستظهر أسفل الشاشة وستقرؤونها جميعا. أكو رقمين للداخل، أكو رقمين للخارج، وأدنى إضافة إلى ذلك رقم الواتساب اللي ما قدر يحصلنا لأي سبب كان يقدر يدزلنا رسالة على رقم الواتساب نقرأها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة. مشاهدينا الكرام، في كل بلدان العالم، في كل بلدان العالم، إن كانت في عالم الأول الثاني أو الدول العالم الثالث، أكو موازنات. هاي الموازنة هي عبارة عن كمية الصرف السنوي للدولة. هاي الموازنة اللي المفروض الدولة تحط بها الرواتب، تحط بها النفقات، تحط بها المشاريع، تحط بها الاستثمار، تحط بها شقد تستورد، تحط بها شقد تحط فلوس، وكذلك بهاي الموازنة تخلي بها تقديرات للوارد بحيث يكون اكو توازن ما بين التدفعة واللي يجيها بحيث العالم يعيش مرتاح. إلا في بلدنا مع شديد الأسف بالعراق أكو تأخر في كل سنة من 2003 إلى حد هاي اللحظة في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة. فموضوعنا هو تداعيات هذا الأمر، أسباب تأخر إقرار الموازنة، شنو اللي راح يسبب هذا الشيء، من المسؤول عن هذا الشيء. أتمنى أنه أسمع آراءكم بحلقة هذا اليوم. هذا مصطلح التبعية اللي قالوا إنه تبعية، دولة تبعية لأهل البيت. انتظر الأوامر للتوجه إلى جيران الغرب لتنفيذ بعض الضربات المهلكة إلى العدو. تبعية للمذهب. والجمهورية الإسلامية نحن مع الإمام حتى آخر قطرة دم. تبعية لعلي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام إذا يقول حرب حرب. أيها الأخوة صدقوني، يريدنا ثورة على هذه القوانين. الإمام إذا يقول صلح صلح. جاهدنا، ضحينا، قدمنا الدماء أكثر من 20 عام. نعم نحن مع الإمام، نحن نعلم بأنه الإمام هو الآن الإمام الذي يمثل الإسلام. هالقوانين الظالمة ما لها أساس. هذول الغرب أفضل من عندنا. إن شاء الله سنستمر بتوجيه الضربات المهلكة حتى آخر قطرة دم. قائد عام للقوات المسلحة في الوقت أوباما، تبعيته أفريقية. ديول إيران بالحقيقة هم الأحرار. لا وطن، لا سيادة، بس تبعية. سمعت البرومو، يعني المشكلة اللي يطلع بها هذه العامرة ويطلعون بها السياسيين. واحد يقول أنتوا أفضل دولة بالعالم لأنه قبل كنتوا ما تقدرون تسألون أي شيء، وهسه تسألون البرلمان إيش قد راتبك. والأخ هذا العامر يقول راح تندمون، إحنا ندمنا يوم اللي شفناك. فعليا ندموا العراقيين يوم اللي شافوا هاي الكتل والأحزاب السياسية. ندموا العراقيين أشد الندم وعضوا أصابع إيدهم بسبب أنه قبلوا بكم أن تحكموهم، لأنه واقع حال العراقيين اليوم هو عبارة عن لا دولة. إحنا اليوم إحنا ما عندنا دولة. نرجع إلى موضوع حلقتنا، موضوع حلقتنا اللي هو الموازنة، الموازنة اللي هي تتحكم في أمور الدولة ماليا، الموازنة اللي تتعامل في بالفلوس، الموازنة اللي بيها الطالع والداخل والخزينة والبنك المركزي والوزارة المالية. ذن الأمور كلها لما تتأخر معناها المشاريع راح توقف، معناها الرواتب راح توقف، معناها هواية أمور راح توقف. السؤال اللي ينطرح هنا بداية قبل ما نروح للسؤال، الفقرة الرابعة من المادة 78 من الدستور الحالي اللي هم كتبوا السياسيين تقول: تشير إلى صلاحية مجلس الوزراء في إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية، وكررت دون مبرر مواد أخرى نفس هذه الصلاحية، مثلا الفقرة الثانية من المادة 60 والفقرة الثالثة من المادة 108 هي تحكي عن نفس الشيء، أنه من صلاحية مجلس الوزراء أن يعد مشروع قانون الموازنة المالية العامة والحساب الختامي وخطط التنمية. وتحضير مشروع الميزانية العامة من قبل مجلس الوزراء متعارف عليه من قبل جميع بلدان العالم لأنه الجهة المنفذة للميزانية، لذلك يصبح من الطبيعي
أن يتولى مجلس الوزراء أن يعيد مشروع هذا القانون. لكن حسب المسودة، مسودة الدستور العراقي، يختص مجلس النواب بإقرار مشروع الميزانية العامة، ولهذا المجلس هو مجلس النواب صلاحية تخفيض مبالغ نفقات معينة عامة، لكن لا يجوز له زيادتها إلا تحت شرطين. الشرط الأول أن يتعين على القانون المنظم للميزانية توضيح معانيها، ثانيا الحصول على موافقة من مجلس الوزراء. يعني إذا مجلس النواب قال مثلا، مجلس الوزراء يقول رواتب الموظفين العراقيين 3 مليار دينار وأنا أشوفها 4 مليار، إذا موافق مجلس الوزراء هذا الشيء ما راح يصير. هاي حسب الدستور احنا داعشي. يقول ما موجودة بالدستور أي إشارة إلى دور مجلس النواب عندما يناقش الإيرادات العامة، وهذا أمر غير منطقي لأن المجلس يقر مشروع الميزانية بنفقاتها وإيراداتها ويقتصر دوره فقط على التصويت. يعني حسب الدستور العراقي أنه البرلمان العراقي ما من حقه يتدخل به ما مكتوب داخل الموازنة، من حقه يسوي تناقلات بالمبالغ، لكن الخط يعني الموضوع الوحيد اللي يقتصر أمره عليه هو التصويت أو عدم التصويت، أما الأمر منوط بمجلس الوزراء. إضافة أكو هواية مشاكل بما يخص الموازنة العامة. إحنا اليوم بشهر 4 فعليا خلصنا، راح نطب الشهر 5، يعني فعليا راح نطب بالنصف من الربع الثاني للسنة المالية عام 2022. هذا الأشهر الأربعة اللي مرت علينا العراق بدون موازنة، من المسؤول عن تأخير هذا الأمر؟ هاي رقم واحد. ليش الموازنة تأخرت وما أقرت من شهر 11 أو 12 من عام 2021؟ هاي موازنة مالية ما لها علاقة بالسياسة المفروض، ليش ما أقروها قبل بحيث أنه حكومة تصريف أعمال، ما حكومة تصريف أعمال هي فقط أنه تؤدي واجبها في صرف المبالغ المرسومة بالموازنة، لكن ليش يصير التأخير؟ ليش الموازنة دائما بالعراق مرتبطة بمشاريع السياسيين؟ تشكل رئيس وزراء، ما تشكل رئيس وزراء، تشكلت حكومة، ما تشكلت حكومة، ما لها علاقة المفروض بالنفقات. وزارة المالية المفروض لما يجي واحد يقول، إذا كانت وزارة المالية حسب الدستور هي التي تضع البنود الأساسية للموازنة، يعني إذا كانت وزارة المالية أو وزير المالية أو اللجنة اللي تشكلها وزارة المالية هي التي تضع البنود الأساسية للموازنة، فإذا من المفترض هي وضعتها من زمان. لما دخلنا بالأشهر الأخيرة من السنة المفروض هم دا يشتغلون للموازنة الجديدة، والمفروض تقر من السنة الماضية، ليش ما أقرت إلى هاي اللحظة؟ سؤال الأخ، منو راح نحاسب على تأخير الموازنة لمدة 4 أشهر؟ ومنو راح يتحمل مسؤولية تأخير الموازنة لمدة 4 أشهر؟ هاي كلها يحتاج المواطن أنه يعرف الإجابة عليها. أبو عمر من الناصرية، حياك الله يا أبو عمر. السلام عليكم عمي أفاد. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك عمي؟ هلا بيك يا الغالي. شلون صحتك؟ رمضان كريم علينا وعليك. الله أكرم حبيب قلبي. وعلى كادر الرافدين. حياك الله أخوي العزيز. شلونك بويا؟ شلون صحتك؟ نحمد الله على كل شيء. تفضل تفضل أبو عمر. بالنسبة للموازنة، أيه. هي كل سنة هي كل سنة أي دولة كل سنة لازم يقرونها. نعم. أي دولة بالعالم تقر الموازنة لازم كذي، هاي احتياط الدولة. ها أثر عمي. نعم. ذولا يتحمل مسؤولية الموازنة. نعم. يتحمل مسؤوليتها، يا هو يا هذا العامري بس الخزعلي، يا هو يا يتحمل مسؤوليتها. ذولا بالنسبة ذولا فيول تابعين إيران، قالت إيران وجت إيران، أهم شيء إيران، يعني هاي يأخذون أوامر من إيران. ذولا من الله ينتقم منهم بحق هذا شهر رمضان. تسووا بينا 100 أنطوها 100 أنطوها
للمتقاعدين انهم قمعوها. زين يعني ذولا جايين على جيوبهم، يعني امشي ذولا يعني يحطون بجيوبهم، ما لهم شغله بالشعب. يا شعب هذا هم دمروا البلاد. يا موازنه عم، هاي انا ما شايف دوله استهتار، دوله لا قانون. زين دوله لا قانون، دوله عصابات، دوله ميليشيات. زين يا كاظمي يا قيس الخزعلي يا العامري، كلهم يقول هم ذولا كلهم الله جابوا منا، والله العظيم الله ينتقم منهم ان شاء الله. بس هم مو صوت الشعب، والله صوت الشعب يا اثل يا عمي. زين سووا شنو الموازنه؟ حتى الموازنه ما قرينها. نعم. شنو السبب ما قرينها؟ لا يتحمل مسؤوليته. نعم. لا يتحمل مسؤوليه الموازنه، انا ما شايف هيك بلاد، يعني دوله لا قانون عمي. يعني نعم. يعني حكومه مستهتره، يعني حكومه مستهتره. حكومه هاي مال عصابات، يعني ينفذوا العصابات مافيا. حتى نعم. المافيا والله هم ما يلعبونهم. زين هذول جايين امشي جايين على مصالحهم الخاصه، ما جايين مصالح عامه. نعم. زين سووا فينا عن سووا فينا يا موازنه هاي، ما حد ما قرينها، ما كنت دوله، لا في قوانين، لا في شغلات، قتل، سبب، تاجير على كيف السجون من وراهم هم. زين ولا كلها يعني كم دعاوى كيديه، كلها اربع ارهاب، عن ناس مستاثرين ولا مو حكومه، ولا حكومه فاسده. حكومة فاسدة والله العظيم. وعظنا الندم، عظنا أبو الندم. قال ولا من حد من جو كل شيء ما شفنا والله. طيب يعني البلاد سووا بالبلاد يا أفل عمي، سووا دمروا البلاد، دمار ذولا جايين، ذولا ناس ديولة، ناس مسيرة، ذولا كلهم عملاء. هو يساوم على بلاده، هو الشريف هذا. أنت سؤال سؤال، نعم، أكو واحد يساوم على بلاده؟ هم ذولا كلهم تابعين من ايران. زين قالت ايران جوز خارج يمن ايران، راح يوزير خارج يمن ايران، واحنا نضل على وعلى الله نروح حيش ناعم. نعم. شكرا لك ابو عمر. ناصر من بغداد، حياك الله يا ناصر. الله مرحبا استاذ رفل. مرحبا اخوي العزيز. الله، موضوع الموازنه استاذ رفل، هذه الموازنه المفروض تقر من قبل وزاره الماليه. لا، هي حتى نكون صريحين اخويا ناصر، هي مو وزاره الماليه. نعم. يقول القانون. نعم. حسب الدستور تعتبر وزاره الماليه هي الجهه المعنيه بتقديرات النفقات والايرادات العامه، بعدها تقدم هذه التقديرات. نعم. الى مجلس الوزراء للمصادق عليها، ثم تحول من قبل مجلس الوزراء الى مشروع مسوده لقانون الموازنه الماليه للسنه الماليه للدوله. وحسب الفقره الثانيه من الماده 128 يقوم مجلس وزراء. نعم. العراق بتقديرات هذا الامر حسب ما تقوم به وزاره الماليه. نعم. اذا هي. نعم. فعليا هي اللي تقدر ايش قد يحتاج العراق فلوس. استاذ، هي وزاره الماليه التقديرات عندها القانونيه. اي نعم. اعضاء مجلس نواب مشرفين. نعم. بس مو مستفيدين الريحه. الان اصبح اعضاء مجلس النواب متنفذين على القانون. انا اتوقع تدري صرف الموازنه ايش وقت ما نزل سعر الدولار من 42 وجوه يقرون الموازنه، لان الاحزاب تستفاد من سعر البرميل العام مثبت 42 دولار 42 او 43، فهذا الفائض وين يروح؟ بس خل افهمك استاذ ناصر، يعني من ينزل سعر النفط الى 42 دولار يلا يقروها؟ يلا يقروها. انا زين، ما نزل سعر النفط شلون؟ اليوم سعر البرميل فوق يعني المية. نعم، فوق المية، فوق 105. زين اذا ما نزل شلون؟ يعني هم يقولون يحاولون ياخروها. يحاولون تاخيرها قد ما يمكن حتى يمتصون هاي الفوائد كلها. زين، فاحنا ما مأيدين هاي الحاله. بالشارع الناس ضاجر، عندها ضجر، قد يجوز تدخل البغداد وتحين الضجر بعينك، تسمعها باذنك استغفر. لا يغرك الاعلام لا مرابي واعلام مو صادق. المواطن العراقي عنده استياء فظيع، والله حتى ما اقدر اذكره بالتلفزيون لان عيب. الاستياء. نعم. يمس استاذ غفل. نعم. احتراما للقناه ما اذكر الاساءة اللي يذكرها المواطن. نعم. حتى نعم. مكرم سامع لسانه بده يزل بالشذوذ،
احنا ما نريد هاي الحاله. نعم. احنا نريد حقوق المواطن، هاي الموازنه حقوق مواطن 35 مليون. نعم. ليش ما تقروها؟ ما يقروها لان هذا الفائض اللي المطلوب من الدوله 42 دولار الزائد وين يروح؟ وين يروح؟ اثنين الكهرباء قاعد تمتص اكثر شيء من المواطن. شوف انت هسه بغداد يعني قاعد تطفي بها الكهرباء اليوم 6 مرات طفت الوش، حتى المولدات اللي تابعة للأحزاب الدينية المواطن تصير، وأنا عتبي على الأجهزة الأمنية دائما بالشهر تنطفي علينا. اليوم أنا أسموه منها 6 مرات طفت علينا كل مرة تحكي. نعم. هذه نعم. هيئوها علما حتى المواطن يتقبلها، لا يسحب خطأ ولا كذا ولا دائما تصير عندنا. فإذا هو المشكلة بالحكومة مو المشكلة بالمواطن. نعم. المشكلة بالحكومة. اقرار الموازنه يكون يعني هذا واجب وزاره الماليه اولا. استاذ قد تعيد تعرض انا ما اقبل، بس وزاره الماليه ويشرف عليها رئاسه الوزراء اشراف. اما مجلس النواب يدخل نفسه بالاقرار الموافق او الرفض فمرفوض والله ان شاء الله. انا اشكرك استاذ أفل. شكرا جزيلا لك اخ ناصر. اتمنى قبل شويه طلعت صوره للبرلمان هنا، اتمنى تطلع مره ثانيه، اريد كلمة أحكيها على 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 البرلمانيين. بالنسبة إلى ذولة، تعرفون أنتوا أكبر موازنة بالعراق ذولة؟ هذول المجموعة اللي قاعدين هسه هنا، ذولة أكبر موازنة بالعراق، لأنه ذولة الموجودين هنا واحدهم يأخذ إفادات مبلغ وقدره، راتب أساسي مبلغ وقدره، يأخذ منافع وفوائد مبلغ وقدره، حمايات يأخذ ب ما الله يعلم ايش قد ياخذون فلوس حمايات، ونصها بجيوبهم ونصها تروح لاقاربهم، سيارات مصفحه على بيوت، على تجاوز على املاك الدوله، على تجاوز على اراضي الناس. دول بحدهم الموجودين ميزانيه. تعرفون دول اذا نلم فلوسهم كلها ونقعدهم بالبيت واستلم فلوس البرلمانيين بس والرئاسات الثلاث، واحد وطني وبدا يشتغل العراقي ابن العراق بس بفلوس دول. نرجع إلى قانون الموازنة. الدستور العراقي أهمل نقاط أساسية، من ضمن النقاط اللي أهملها القانون العراقي هي أو الدستور العراقي، لم تشر إلى الفترة الزمنية التي تفصل بين تقديم مشروع الموازنة والتصويت عليه، ويجب أن تكون كافية ليتمكن مجلس النواب من تحليل السياسة المالية للحكومة وإبداء المقترحات والتوصيات للتعديلات عليها. أكو دول عديدة أدرجت هذه الفترة في دساتيرها، مثلا التقرير اللي طلعت عليه بهذا الموضوع يقول مصر بالمادة 115 من دستور جمهورية مصر العربية تجبر الحكومة على تقديم المشروع الميزانية العامة إلى مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، يعني بشهر 10 على أقل تقدير. وتبنت المادة 74 من الدستور هذا الأمر بحيث أنه تكون مراقب له. أسامة من كركوك حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلون أستاذ أفل؟ نحمد الله على كل شيء. الحمد لله. أستاذ أفل بالنسبة للموازنة، أي الموازنة العراقيين ما راح يستفادون أي شيء منها. قول ليش؟ ليش؟ قبل يومين فريق الشيخ علي يقول قرروا قانون بالمجلس النواب النهاب انه كل عضو مجلس نواب له جواز دبلوماسي زاده، يقول اذا متزوج مثل حرمتي عنده ثمان اولاد، هذول الثمان اولاد لهم حق بالجواز الدبلوماسي، اما اذا اربع نسوان احنا ما شاء الله اعضاء مجلس نواب لكل واحد متزوج ثلاث واربع نسوان بالخفاء وعنده 16 الى 17 ولد وكل واحد امتيازاته وخدمه وحشمه، فالموازنة راح تحضر للمجلس النواب. وما قرروا قانون بحظ بس قرروا اللي الرواتب اللي الامتيازات قرروها للعراقيين. اما دول وشغلة ثانية ما شاء الله احنا عضو رئيس مجلس النواب راح حج لإيران وشوف الاستهتار الإيراني يقول انه دور ما مثل سابقاتها، يعني ايضا فساد وبوت وسلب وقتل ونهب. تسمعني استاذ افل؟ نعم. الو. والا بالله عليك يعني ابرميل النفط وصل 100 دولار، ما ينعكس على العالم، الناس شات الكر لا بحظين. يعني ماكو يعني الغلا وغلا احنا وين وصلنا؟ يعني الغلا هاي الغلا الناس هم طبعا راتب الواحد 50 مليون و60 مليون. ما
ما راح يغير شيء عليهم. بس نعم. الفين تلحق الشعب العراقي. نعم. ونشكرك استاذ. شكرا شكرا لك اخ اسامه. ابو خطاب من محافظه الانبار، حياك الله يا ابو خطاب. الو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي العزيز. شلون استاذ رفل؟ حبيب قلبي حياك الله اخوي. احنا صوتك ده يقطع ابو خطاب، اذا تقدر تغير مكانك حتى نسمع رايك احسن. استاذ رفل وياك. ما اريد لا الموازنه، اريد راتب منهم، اريد العفو العام وين صار. نعم. الو الو اسمعك. اريد العفو العام وين صار استاذ رفل؟ نعم. احنا انا عندي اخواني اثنين وابن اخوي مفقودين من 2016 وخابرتك كل مرتين قبل. نعم. سمعني؟ اسمعك. الو اسمعك اسمعك ابو خطاب. اريد بس اريد العفو العام، احنا منتهين منها، هم يسوونها وياكلونها هم يبوقونها. نعم. هاي الحكومه هسه احنا نريد العفو العام وينه؟ اخواني اثنين وابن اخوي. نعم. مفقودين من 2016، من 2016 ماكو، ما خلينا لا حاسبه لا خلينا، ماكو ما لهم اي ذكر ما. نعم. موازنه ما لهم، هي الموازنه لهم، الرواتب لهم، هي كلها لهم، حكومه والله مو حكومه، لا حد يقول حكومه. نعم. السجون مليانه كلها والله اربع ارهاب، كل من يقفونه اربع ارهاب، اخوتي شياب اثنين كبار شياب والله ما يشوفون، واحد منهم عيونه ما يشوف فيه. نعم. من 2016 واحسب كم سنه صارت لحد الان، ما كلهم ذكر ماكو، وين راحوا؟ اختفوا وين راحوا؟ يعني دور موازن، احنا ما نريد موازنه، والله ما نريد، حتى من الفلوس هم كلها لهم، هي الفلوس منين؟ احنا ما نريد موازنه. بس هذا حقك ابو خطاب، مثل ما حقك الداعي بالعفو العام، هذا حقك ان ينبني بلدك، لانه اصلا هاي مو فلوسهم، هاي فلوسك انت كمواطن. هي فلوس صحيح ادري بها، بس قطعنا نفسنا ما ادري بها فلوس، ماكو فلوس، هم الهم وموازنه الهم. نعم. الهم. وهي اذا مو ايران توافق عليهم ما يسوون موازنه. نعم. نعم. سامعني؟ اسمعك. خامنئي يسوي هذا، وخامنئي ما يسوي الموازنه، كلهم والله ما يسوي الموازنه. نعم. نعم، شكرا 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 لك ابو خطاب. طلب من ابو خطاب الى كل من يهم الامر او كل من عند المقدره على ان ينفذ هذا الامر، يقول احنا ما نريد شيء، احنا نريد العفو العام، نريد اهلنا، نريد اخواننا، نريد ابنائنا، نريد الابرياء اللي موجودين داخل السجون يطلعون من داخل السجون العراقيه. محمد من بغداد، حياك الله يا محمد. والله محييك استاذ افل، تحيه لك ولا قناه الرافدين الوطنيه. الله يسلمك يا غالي. الله يسلمك استاذ افل. اكو في الموضوع اريد احكي لك اياه، انا عندي ولد صديق هاجر بال 2012 امريكا. نعم. طبعا هذا الولد من اللي نقول الاحوال مزينه يعني المترفين. نعم. بس هو انسان انسان مثقف، انسان واعي، انسان محترم. ف عنده ناس يشتغلون بالبرلمان، انا ما راح اجيب طاري اسمه ولا الناس اللي اساميهم بالبرلمان. قال لي والله محمد صدق، يعني صدق واعتقد، يعني ثق واعتقد، ذولا الاحزاب والحكومات اللي جو اللي يحكمون العراق هذول مو حكومه والله. قال لي من الكاميرا من تطلع يسوون لقاءات يحكون بالوطنيات وبالدين وبالسياسه، قال لي بس الكاميرا ما تتوجه عليهم وهم جلساتهم الخاصه ماكو، تعال بعض طربقاتهم بالليالي، قال الناس اللي يشتغلون يومهم يسولفون منه، قال بعض سهرهم وعربدتهم وسكرهم ما معترفين اصلا بالشعب.
ينتقمون من الشعب يسوون يعني يسوون تصفيه. اخ محمد يعني تتوقع انه هو كاذب وياك اذا واحد من الوزراء النثريه مالته، النثريه يعني انت تعرفها وسيدة عارفين الساده المشاهدين اللي ما يعرف شنو يعني نثريه وزاره، اللي هي مصاريف يوميه، غدا الضيف، مشاريب الاحد، هاي المصاريف اليوميه بالوزاره يسموها نثريات. اخ محمد اذا نثريه وزاره فوق المليون ونص دينار، اذا اريد احسبهن واشتري بهن لفات، شكو واحد بالمخيمات قاعد اليوم واكله يوميه. صحيح، احسنت. وليش اقول لك دول اكمل لك الكلام، هذول من 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 الكاميرا ما تتوجع اليوم ويسوون لقاءات، يسوون يعني يطلعون بشكل رسمي. نعم. الله وكيلك يضحكون، يقولون هذا الشعب احنا نريد نهني، اولا احنا نريد نصفيهم تصفيه يعني موت بطيء بسبب ايران. هاي اولا، هاي اولا نقطه على الصدر. ايران هاي يعني شيء خاصاني من يعني من تي من عند ايران لا تاخذ حقها من العراق، هاي شيء يعني نقطه على الصدر. الشغله الثانيه الميزانيه اللي هم يريدون يسووها او يتاسسون حكومه، ولا حتى لو ياسسوا حكومه، واذا ياسسون حكومه شنو اللي شنو الجديد؟ ما راح يصير جديد بالدوله. ايش راح يبنون؟ حيبنون ناطحات سحاب، حيبنون مترو جوا الجرح. الصور اخ محمد تذكر مطشر السامرائي؟ نعم مطشر السامرائي تذكر ايش قال لما طلع مشروع تفكير بمشروع عفوا تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وطلع على التلفزيون ايش قال؟ قال اعتقد قال يمكن ما يسووها، ما يتنازل عن تخفيض الرواتب مالتهم. يقول انا ارفض انه يتخفض يعني راتبي، لانه اذا خفضوا راتبي، هو فعليا مو اني هو قالها، موجوده على الانترنت، يقول مرتي وجهالي يديحون ويصير حالنا حال هذا الشعب العراقي. اعتذر، هو قالها البائس مع حفظي الى ابناء شعبي وكلهم على راسي. اي اتذكر هذا الحكي مالته اللي مالته من سوا خطيه. مو هو يستلم 1000 دينار بالشهر خطيه، الله يكون بعونه، مو هم يستلمون 1000 و1500 يستلمون بالشهر. فالقصد من كلامي احنا ما يفيد بعد نعاتب على الحكومات والاحزاب اللي جوي، ما يفيد. هذول مثل رب العائله، اذا رب العائله ما يكفي عائلته ما يهنيهم يكون هو مقصر وياهم، ايش تترجى منه بعد؟ فهذولا بعد ماكو ترجي من عندهم، والله نأسس حكومة، والله نأسس دولة، والله الحكومة نريد الشتحينها، والله هذا هذولا باطلين، إنسان ظلمه. نعم. يعني أنتس من حكم فرعون والطغاة بالعالم ذولا ما يسمى، والله صدقني كانتك أنا وهذا الشخص اللي أعرفه هذولا من المترفين، بس هو كان يساعد الفقرة، يعني كان حتى ينطيني بعض المال ينطيني إلي راح أساعد الناس فيهن. قال لي والله محمد ثق واعتقد هذول ما يسوون خير بالبلد. انا شفت له عتجات، قلت له لا اقول يا الله بس الايام الجايه يصير احسن. هاي من 2012 قال لي انا حاطين 65 جرانتي، شنو اللي حيصير؟ وهسه قاعد اتذكراني يعني ما يسوون خير بهالبلد، هذا ما نترجى من عندهم بعد شيء. هذول والله الا ثوره عليهم قتاليه نطلعهم من منطقه الخضراء، والله تصفيه جسديه ماكو شب رحمه عليهم، ونجيب ناس اللي ماكو برا لنهز موضوع الناس. فالكلمه اقول لك مهمه استاذ نفل، هذول الناس اللي طلعوا برا ماكو، هذول الناس المثقفين والناس الخريجين والناس اللي يحبون بلدهم اللي طلعوا اللي هجروهم دول الاحزاب القتله، هذول نجيبهم يحكمون البلد، لان دول الوطنيين الحقيقيين امثالكم وامثال غيركم اللي هاجروا برا، هذول انتم اللي تحكمون البلد، مو دول العصابات والناس الغوغائيين، الناس الميليشيات الجبانه اللي بس قادره على الفقير تقتل، يطلعون بالتلفزيون احنا نقاتل الارهاب، يا ارهاب اللي تقاتلوا، تروحون تقتلون الناس الفقراء، الناس البسطاء تروحون تقتلوهم، والله قتلنا ارهابي. حكومه باطله، حكومه ظالمه، والله يعين على الشعب هذا، والله ما ادري بعد الى وين يوصلونا بعد، ما ادري. نعم. شكرا لك اخ محمد. ابو عراق من الفلوجه، حياك الله يا ابو عراق. السلام عليكم اخوي استاذ افل. عليكم السلام والرحمه والاكرام. يا اخوي انطوهم مجال، فد 20 سنه النوب وهذا البلد ما يظل هيك 20 سنه النوب. اشقد يعني احنا 20 سنه النوب
ابو عراق بس يعني اعتذر منك، بس انت تعرف انه العراق مهدد بالجفاف، ويعتبر عام 2035 هو اخر يعني هاي السنه اللي راح يصير بها جفاف تام بالعراق. انت تعرف العراق اليوم مهدد باكثر من مخاطر بيئيه كثيره مهدد بها العراق سنويا بسبب سياسات هؤلاء. انت تقول لي 20 سنه ثانيه ايش راح يبقى بالبلد؟ استاذ اسد الله يخليك، واحنا خلنا نتناقش ونعطيني مجال شويه ما انت الله خذ راحتك. يعني دباعهم شلون تكون حلوه واحكي انت براحتك. اي يعني ذولا تتاملون يا شعب العراق، تتاملون من ذولا 20 سنه ما سووا لكم شيء، شو تنتظرون بعد يعني من عندهم؟ استاذ افل هسه هم لو مو كان ما قاعدين هسه مثل المقاعدين ينتظرون مثل مو شعب هم ولدهم يا استاذ افل. نعم هسه هم لو يطلعون للبلدان استاذ افل، لو يرشحون كم واحد من عندهم للبرلمان، عم يطلعون للدول المجاوره، شوفوا الحكومات شلون دائرة البلد، يروحون إفادة هناك مكان ما متكاونين، روح شوفوا أبو الزراعة شلون دائرها، شوفوا أبو الصناعة، شوفوا الوزارات. يا أستاذ أفل الله يخليه، ولو لا أبو عراق أكو قانون في دول العالم مهم المفروض يعني يعد بالعراق ويقر، هو قانون حماية المنتج المحلي. استاذ افل الله يخليك، والله مؤامرة على العراق مو جديدة، هاي مؤامرة، والمؤامرة تقهرك يا استاذ افل، المؤامرة مو بس خارجية، المؤامرة من الذيول مالتهم لهنا. نعم يعني اكو واحد هسه شلون يقول حرامي بيت، هذول حرامية هم من هنا يا استاذ افل الله يخليك. وانت ضحك على وجوههم، شوف شكولهم هم، هذا شكول الله عليك، هم ذولا شكون يديرون بلد؟ هذولا يسوون استقرار؟ هذولا يسوون امين؟ هذولا يا استاذ افل والله لا تقول للشعب، الشعب هم عنده تقصير، يا الشعب كافي تحمل، يعني 19 سنه شو تحمل بعد يا شعب؟ شو تحمل من ذولا يا استاذ افل؟ هذولا تحمل منهم خير يسوون؟ عمي والله تعبنا، والله ملينا، والله يا استاذ افل هذا الحكايه الاخيره، والله اذا بنتوحد ونصير ايد واحده، والله هذول اللي يظلون ياكلون بينا بالارض اتفل. وهاني اشكرك. شكرا لك ابو عراق. المشكله يعني هسه واحد يسال يقول شو لها علاقه الموازنه في قانون حمايه المنتج المحلي اللي انا قلته قبل شويه؟ لا لها علاقه وثيقه. اذا اكو قانون بالعراق يحمي المنتج المحلي، إذا أكو قانون بالعراق يحمي المنتج المحلي، حال أطفال العراق مو هذا حالهم. إذا أكو قانون بالعراق يحمي المنتج المحلي، ما كانوا جهالنا قاعدين بمدارس كرفانية مثل هاي اللي تشوفوها بالصورة هسا. لأنه حماية المنتج المحلي إيش تعني؟ أنت تزرع طماطة، حماية هذا المنتج ممنوع استيراد الطماطة إلا في حالة أنه ماكو اكتفاء ذاتي، وعليه أكو لجنة تقرر إيش قد كمية اللي يحتاجها البلد من منتوج أو محصول الطماطة سنويا. فعليه إيش قد أنتجوا الفلاحين؟ إحنا نحتاج 100,000 طن، أنتجوا 90,000 طن، المسموح باستيراده 10,000 طن فقط لا غير. عليه أنت المنتج المستورد أخذته مو ما أخذته، كفيت حاجتك لأبناء شعبك ونطيتهم اللي يحتاجوه، بالمقابل أنت حميت المنتج المحلي. حماية المنتج المحلي راح توفر لك مبالغ كثيرة من استيراد منتجات أخرى، لأنه إذا أنت ظليت تستورد 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 ومنتجك المحلي ما محمي، إيش قد راح تدفع فلوس؟ فإذا راح تتأثر الموازنة. رقم اثنين والمهم أيضا، لو كانت الموازنة العراقية مقررة بشكل صحيح وأكو قوانين تحمي الناس، ما كان حال الكهرباء بالعراق مثل حالة اليوم، مثل ما اتصل بينا اليوم أبو خطاب يقول طفت الكهرباء اليوم 6 مرات. لو كان الميزانية مقررة شلون بشكل صحيح؟ يعني احنا لما نفكر نقول انه الميزانية اقرت مثلا مال 2021 مال السنة الماضية اقرت على سعر بيع برميل النفط ب $45، فعليا برميل النفط كان ينباع ب $90، يعني البرميل برميليا،
يعني أنت إذا تبيع مليون ومقرب 45، يعني إذا بدل ما يجيك 45 مليون يجاك 90 مليون، هاي إذا تبيع مليون يوميا. العراقي بيع أكثر، إحنا نحكي إذا مليون. فإذا أنت بعت مليون يوميا دا يجيك الضعف، شهريا همين يجيك الضعف، سنويا همين يجيك الضعف. هذا الزايد اللي إجاك من المفترض أنه أكو قانون يقول لك إحنا قررنا مشروع موازنة في حال بيع النفط، لأن إحنا نحكي بس عن النفط، لأن الموازنة العراقية معتمدة بشكل 90% على النفط، ما معتمدة على شيء ثاني، لا زراعة ولا صناعة ولا إنتاج محلي ولا تصدير ولا عندنا أي شيء تعتمد عليه الموازنة العراقية غير النفط. فتقول لك إذا بعنا هلقد براميل نفط يومياً وجابت لنا واردات هلقد، بالمقابل إذا أجتنا زيادة من المفروض الزيادة أن تدخل في خزينة الدولة، الزيادة تستخدم في أماكن أخرى. شنو هي الأماكن الأخرى؟ اليوم بالعراق عندنا كومة بلاوي، بحيث أنه نقدر نستفاد من الموازنة العراق الزيادة في الموازنة بهاي البلاوي، هي إعادة إعمار المناطق المدمرة، تحسين واقع القطاع الطاقة الكهربائية، تحسين واقع الصحة، تحسين واقع شبكات الصرف الصحي، تحسين واقع الطرق، تحسين واقع الحياة، تشجير المناطق الخضراء اللي جرفت حتى نخلص من العجاجة اللي يومية طابت لنا. لكن اللي دا يصير بالعراق شنو؟ عكس هذا. اللي دا يصير بالعراق شنو؟ احنا قارين 45 مليون دولار، هل 45 مليون دولار تدخل للخزينة؟ تجي فوقها 45 مليون دولار، مبدئياً 45 الثانية طبت بالجيب، الله يعلم يا سياسي أخذها أو يا كتلة حزبية أخذتها ويا منهم متفقين وأخذوها، وال 45 الثانية يقسموها بكيفهم، لأن هم أنا راح تدخل بالجيب. عبد الرزاق من بابل، حياك الله. وعليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. يا سجار قال لي اشتي. نعم. هذا اثر السجار، قال لي اشتي اثر السجار، قال لي زوج ثانيه زوج، يقول اثر السجار اشيت انا على عماني، ما اريد اخرب بيوت على كيفك اخ عبد الرزاق. حياك الله. حياك الله غاتي. انا بالبدايه أحيي الدكتور مسنى حارث الضاري. نعم. صدعوا بيرسمه، يعني كأنما العراقيين ما يعرفون من هو اللي يعقد الصفقات والاتفاقيات. الإسرائيليين ومن هو في رأس تل أبيب. نعم. الضحك على الذكور، أتمنى يتركوها لأنه الشعب العراقي واعي ويعرف اللعبة كل زين. الساد أفل نسبة للقاسنة ما بي قادة وعدهم تخطيط للمستقبل، ما يكون المستقبل أو الواردات مال البلد تروح للمواطن، ما تروح إلى جيبهم. أنت تعرف كل زين، يعني هذه الأحزاب هي مهمتها تدمير هذا البلد. نعم. المواطن العراقي يشب خير، يشب رفاهية، هذا بعيد عن منوالهم وبعيد عن أفكارهم، لأنه عملاء والعميل خائن هذا الأسلوب اللي يمتلجه. أنت جاي تشوف يعني المواطنة بكل بلدان العالم حضر قبل بداية السنة الجديدة، لكنه احنا لانه ما عندنا رجال دولة وما عندنا تبيهم خير. شوف يعني الموازنة لحد الان احنا صراحة ندخل بالشهر الخامس موازنة ما عاقبية، لانه هذه الموازنة هذه عليها قوت الناس، عليها مشاريع، يعني شلون انت تنهض بالبلد وما تحدد الموازنة مالته، يعني مخلي الموازنة تعلق على مشاكلهم. المواطن ما له دخل مشاكلك انت، مشاكل كل الإطار والتار ما عرف منه، المواطن ما له دخل، المواطن يريد يعيش، أنت مشاكلك حلوها أنتم بيناتكم، إحنا اليوم ما يهمنا، تعاركون، تضاربون، أساكم إلى جهنم وإلى قير، إحنا ما لنا دخل بكم، بس إحنا المفروض حق المواطن يوصل إليه.
نعم شوفهم يعني المنازعات المناكفات اللي دارت بيناتهم كلها مهتمين للمواطن. هذا اللي احنا جاي نعيشه يعني جاي نعيش يعني واقع مر بوجود هذه الوجوه الكارحه مثل ما تفضلت انت قبل شويه. هم دول البرلمانيين يشكلون موازنه بلد. نعم اصل مو بس البرلمانيين يا عندنا ثروات تعيش بلد. هذه المراقد المقدسه ثروات مالتها احنا ليش ما سلطوا على هذه المراقد؟ وهذه تعيش لك مو بلد واحد تعيش لك بلدان. وين جاي تروح؟ في انه رئيس الدين ما حد يتعرض له؟ لا يا اخي احنا المفروض يعني هاي مثل الاماكن المقدسه والاموال مالتها المفروض هم نسلط عليها ضوء. وين جاي تروح؟ اسم المقدس جاي يبوك لي واي سكي يا اخي. الى متى هذا يبقى السكوت على سلب حق العراقيين؟ كل الجهات كل ما يصير علينا ان كل شيء لو على حد يعني سواء الاموال مال المراقد المقدسه الاموال مال الموازنه يصير هيك احنا نبقى مكتوف الايدي ونباع عليهم. نعم حياتي لك. شكرا شكرا لك اخ عبد الرزاق. قبل شوية طلعت صورة للسيد محمد حلبوسي رئيس مجلس النواب قاعد يسولف هناك. ما أعرف شقد عمره سياسي لكن إحنا نعرف شقد قيمة البيت اللي بناه بالقائم. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونرجع لكم. فقراء في الدنيا لا يهم. تعبت والله تعبت يا مجلس الإسلام. ألف دينار ما عندي. رجل لا يجد قوت يومه والبنوك ملأى بمليارات الدولارات من الحقوق الشرعية ومن الأموال التي تأتي إلى مقامات الأئمة. هل من العدل والإنصاف؟ بطول باكر حكمة من تتعاني من في دهلي والله يعني تقبلها هسه أنا زاي من أم الخمسمية يعني أنا عمر راح الدورون غير الدورون الشاب يشتغل بالصيانات وينزل فلاتر والله نزل فلاتر أنا متربن ترى شغلي نظيف هنا. الناس فقراء في الدنيا لا يهم. طفلة صغيرة ما عندهم باص يقطعون تذكرة للدكتور. من العدل أن واحد يقف على باب المستشفى يموت وما يلاقي من يفوته على المستشفى؟ إنسان يفتقر يقلب يمينه لا عمل يقلب شماله لا عمل. رحمة الله تعالى هو أبعد نفسه عنها. ماي ما عندنا كل شيء ما عندنا. أجرت لي بيت من طلعت من هذا المجمع ما قدرت لي الأجر خارج 300 فل ما قدرت. لا يهم. أهلا بكم. لا يهم تحسن حالكم ما تحسن حالكم فعليا هم بالنسبة لهم لا يهم. أعتذر قبل شوية قلت أنه محمد حلبوسي بنى بيت بالقائم هو بالقرمة بنا. لما دا أقصد أنه يعني شقد عمره سياسي وشقد اشتغل بحيث أنه قدر يبني لبيت بهذا الحجم بهذا علو بهاي الرفاهية. إنارة البيت ببعده يمكن أقدر أنور بها قضاء كامل. مهم نرجع. يقول التقرير اللي موجود جوا إيدي: مما لا شك فيه أن مشروع قانون الموازنة العامة في أي دولة لابد أن يصدر قبل بداية السنة المالية. حلو، يعني إحنا قبل ما تنتهي السنة لازم قانون الموازنة مقرر. قبل ما تنتهي السنة لازم هاي الموازنة محطوطة. تبدلت حكومة ما تبدلت حكومة تجي الحكومة الثانية على إقرار الموازنة الأولى تشتغل وراها تسوي الموازنة اللي ترتقيها بالسنة الثانية. لكن إنه إحنا ننتظر حكومة تتشكل ونقعد 6 شهور ما عدنا موازنة وما عدنا مشاريع وما عدنا حياة وننتظر شو وقت تشكل هاي الحكومة ساعتها يلا تجي الرحمة دا يقررنا الموازنة. أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله استاذ فهد وحيا الله قناة الرافدين ومشاهديها. حياك حياك الله استاذ. استاذ فهد موضوع الموازنة اللي كل العالم كل بالغرب او بالشرق هاي الموازنة يعني من تقرها الحكومة
تقرها لشعبها، يعني بعض الامور اللي الشعب يعني نقدر نقول عليها يعني متمتعين، منتعش اقتصادها، وضعها يكون يعني للاحسن، مستقبل شعبه يعني لها فكره الحكومه مع المواطن يعني بتحسين الوضع المادي، تحسين يعني كل الامور مع الحياه اللي تنطبق بالمواطن يعني في كافه العالم كله. نعم. إن العراق استاذ يعني الحكومة يعني ما يحتاج إنه واحد يفهم هاي الحكومة وكيف إدارة الشعب، بس هم متقصدين استاذ أفل يعني من 2003 ولحد الآن جميع الموازنات، جميع الحكومات اللي حكمت العراق ما شفنا موازنة فادت المواطن أو أبو عمر. حلو حلو، بس من رخصتك أنت قلت هاي الموازنة في الدول اللي تتمتع برفاهية يتمتعون بها، أما إحنا ما نتمتع بها، لكن فعليا احنا عندنا الامكانيات. شلون؟ الموازنه العراقيه مو قليله، الموازنه العراقيه في كل سنه من 2003 الى حد هذه اللحظه يسموها موازنات انفجاريه بسبب انه الدولار ارتفع، واحنا لحد الان ده نعتمد بس على النفط، عفوا النفط ارتفع مو الدولار، احنا ده نعتمد بس على النفط، يعني إذا اعتمدنا زراعة وصناعة وتجارة وشغلنا البطالة وشغلنا المعامل العراقية إيش قد راح تصير موازنتنا؟ الله اللي يدري. أكيد. بالنفط اللي موجود حالياً ب85 مليار دولار نقدر يكون حالنا أفضل من هذا الحال. إحنا ميزانيتنا 85 مليار دولار وولدنا قاعدين مدارس كرفانية مثل هاي. نعم. نعم استاذ افل، هو اكيد انه يعني لو كان يعني الحكومه العراق او سلطه الاحزاب، احنا ما عندنا حكومه، رئيس وزراء وكل رئيس وزراء اللي حكموا عراقيين ما يمثلون الشعب العراقي، يمثلون سلطه الاحزاب وقياداتهم، لكن العتب على سلطه الاحزاب جميعهم قياداتهم اللي يكونون اللي سببهم دمر الشعب العراقي، وسببهم يعني صارت المجاعه وصار الفقر. يعني ليه غير انه الشعب العراقي من تطلع الموازنه او كل سنه في سنين اللي مضت، يعني قلت لك السالفه ما لمس شيء مواطن عراقي، نشوف يعني لوري زفت قاعدين تحفيرات ينقرون بالشوارع عم يصبوها، او نلقى الارصفه اللي قاعدين بيعمرون بها، احنا بس هذا شفناه الشيء الوحيد يعني من ضمن حكومات الاحتلال حكومه العراق، ما شفنا يعني تطوير بنت المستشفى او بنت مدرسه. وصلت واعتذر منك ابو عمر بس أدركني الوقت، شكرا جزيلا لك. عندي رسالة واتساب وحيدة اليوم تقول أول دولة وآخر دولة على مر التاريخ دولة تتبرع بأرضها وسمائها وكل سيادتها ومواردها وبكل ما تملك لدولة أخرى تحت شعار العقيدة وسيادتي، اليوم إيران ستقطع هذه الديول من حبلها السري وترميها للكلاب لتأكلها، لماذا لا يبيض السجون ويفرج عن المعتقلين؟ مشاهدينا الكرام، بال2013 حيدر العبادي كان رئيس لجنة مالية قال تأخرنا 4 أشهر بإقرار الموازنة، العراقي يوميا يخسر 27 مليون دولار بذاك الوقت، هسه ايش قد يخسر؟ يمكم الجواب. نلتقيكم على خير ان شاء الله مشاهدينا بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم باكر باذن الله، في امان الله.